سؤال للشيف حسن، وانا قلت الطف معاك الجو شويه قبل ما اساله السؤال. بص يا شيف، عايز اسالك حاجه. الراجل اللي مراته قفشته بيخونها وهو بيقول ان هو بيحبها، ده يبقى ايه؟ يبقى هو اكيد ما قراش كتابي فن التخطيط عند الراجل الحويط. الله اكبر، انت بقيت تكتب كتب؟ امال ايه؟ اسمه ايه؟ ايه تعدد المواهب فن التخطيط ده؟ عند الراجل الحويط. لا الكتاب ده يا لميس شكله جامد. لا بس انا لازم نوكل العصر، ده راجل خاين ومنافق طبعا. لانه هو لما يخونها مره هيخونها تاني، هيخون التانيه كمان. ايه عسليه؟ احنا بنتكلم يا عسلية. احب تكلمني في واحده. بص انت ما علقتيش على الكتاب وداخل على طول ضرب. لا ما انا عايزه نسخه اصلا، عايزاك تعلمني الراجل الحويط ده بيعمل ايه. طبعا عشان نكشفه. الكتاب ده كان غلط تعمله، لان انت كده هتساعده ان هو ينكشف اسرع. برافو عليك. هينكشف اسرع؟ لا برافو عليك. ما تنبيهوش بقى، خليه. برافو، حلو جدا الكتاب ده وكلنا محتاجينه. هسال السؤال ده يا جماعه عشان يمكن كلكم تابعتوا البوست اللي نزل على السوشيال ميديا وعمل ضجه كبيره جدا جدا، بعد ما واحده كده تبرعت وقعدت مخمخت وسالت السؤال على السوشيال ميديا. هو سؤال يبدو انه بريء لكن عمل ضجه جامده جدا. السؤال كان قفشتيه ازاي؟ خدوا عندكم بقى بلاوي، فضايح، حكايات، بجد حكايات تخلي شعر الواحد يشيب، ونصايح بقى كل واحده للتانيه ازاي تقفش جوزها، تجارب بقى كل واحده تقول للتانيه. انا فاكره عشان كده اللي عملت الكتاب يا بنات. اقول لك بس انا فاكره البوست ده كويس جدا. يعني فاكره كمان ان اغلب الستات قالوا ساعتها انه قفشوا جوازاتهم عن طريق التليفونات. تليفونات